السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. شكرا على التفاعل ديالكم على القناة، شكرا على التعليقات الزوينة اللي كتخليو ليا على الفيديوهات اللي كنقدم لكم في سلسلة الوصفات الخاصة بالعناية بالشعر. اليوم نقدم لكم وصفة رائعة لتطويل الشعر ولتكتيف الشعر. بزاف منا كيعاني من مشكل ديال تساقط الشعر، ايضا بزاف من النساء كتقول لك بلي شعري ما كيطوالش وكيبقى في واحد الحد صافي من كتكون قطعتيه عام ولا عامين او اكثر وما كيطوالش. اليوم نجيب لكم واحد الوصفة اللي غنقدمها لكم اللي كتطول الشعر وكتقوي الشعر. هاد الوصفة زوينة بزاف والمكونات ديالها فقط بسيطة. كنحتاجو الفلفل، سواء الفلفل الاحمر او الفلفل الاخضر، اهم شيء هو الفلفل الحلو. وكنحتاجو زيت الزيتون، كنا نعرف ان زيت الزيتون مفيد في تقوية الشعر. ونحتاج الى الثوم، ايضا فوائد معروفة في تقوية الشعر، ايضا الى قنينة زجاجية. طريقة تحضير هاد الوصفة جد سهل. اول حاجة كما قلت لكم كناخدو الفلفلة كنزولو لها هاد الرأس ديالها وكنقطعوها كما بغينا، اما بشكل طولي او انا نقطعها على هاد الشكل كما كتشوفوا معايا. نقطعوها وغادي نديروها في هاد القنينة ديال الزاج. طبيعة الحال استعملوا اي كينية شحال ما بغيتو. غنغشيو هاد الفلفلة كما كتلاحظوا معايا هنا في القنينة ديال الزاج. وغادي ناخدو هاد الثوم حتى هو غادي نقشروه، ولكن ما غاديش نقطعوه، انا نوريكم شنو غادي نديرو له. بالنسبة للثوم كنقشروه، نحيدو له القشرة ديالو، ما نغسلوه ما والو، غير نقشروه. وناخدو واحد الكاس ونضغطو عليه على هاد الشكل كما كتلاحظوا معايا هنايا. بعد ما كنضغطو عليه فكتحل معنا البوت ديال الثوم على هاد الشكل، وغادي نضيفو في القرعة ديالي. غادي نكمل هاد الثلاثة البات ديال الثوم اللي استعملت. بعد ما كتلاحظوا معايا انني وضعت الفلفله وضعت الثوم، هرستو فقط بالكاس ووضعتو في القنينه. غنضيف له الان زيت الزيتون على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. فانا ضفت زيت الزيتون في القنينه. غادي نغلق هذه القنينه ديالي وغادي نخليها في مكان تكون فيه ظلمه، مكان يكون مظلم، ونوضعوا فيه هذه القنينه لمده اسبوعين. عاد من بعد اسبوعين كناخذوا هذا الزيت اللي في القنينه وكنفركوا به فروه الراس جيدا والشعر ديالنا قبل الذهاب للحمام او قبل غسل الشعر بساعتين او ثلاث ساعات. من كلما كانت مده استعمال الزيت على الراس طويله كلما كان يعني نتائج جيدة، وستحصلون على نتائج رائعة بعد مرور 3 أو 4 أشهر والمداومة على هذه الوصفة. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله. إلى عجبتكم الوصفة وبغيتوني نزيد وصفات الخاصة بالشعر، ما عليكم فقط ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو. إلى فيديو قادم إن شاء الله، بالسلامة عليكم.